السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل 60 دقيقة، اللي أنا عارف اللي أنتوا بتستنوه عشان تستفيدوا من الاستشارات القانونية ومن الأمور اللي هذه القناة المباركة بتحاول تهتم بيها، الأمور المتعلقة بالمشاكل اليومية اللي بيتعرض لها كل بيت واللي بتتعرض لها كل أسرة. النهاردة زي ما وعدناكم احنا بنتكلم على حاجة جميلة جدا، حاجة ربما يكون في ناس كتير جدا ما تعرفش حقوقهم فيها ايه. انا عاوز اعرف انا حقي ايه. هنتكلم النهاردة على الهوليديز، عن الفاكيشنز. طبعا هتقولوا يعني ايه هوليديز، انا عمال اتكلم بالانجليزي، لكن انا عارف ان في ناس مثقفه بتسمع. النهارده هنتكلم على الاجازات. الاجازات في قانون العمل. طبعا احنا بنتكلم على قانون العمل رقم 12 لسنه 2013، اللي هو قانون العمل الخاص، ما بنتكلمش على قانون العاملين المدنيين بالدوله، عشان بس تبقى مركز، لان قانون العاملين بالدوله اتغير بالقانون رقم 18 سنة 2015، وما زال لسه في كلام في إقراره، يعني لسه ما بقاش نهائي. احنا بنتكلم على قانون العمل الخاص، الناس اللي بتشتغل في شركات خاصة، قانون العمل الموحد اللي طائفة كبيرة وكثيرة في المجتمع المصري وغيره من المجتمعات العربية اللي في الغالب بتطبق نفس القانون أو ما يشابه هذا القانون. وانتوا عارفين فضل القانونيون المصريون على غيرهم في جميع الدول في سن الكثير من التقنينات الوضعية. عشان نتكلم على الاجازات، ما انت برضو الراجل بيشتغل معاك وتعبان ومن حقه ياخد اجازة يستمتع فيها، يقعد فيها مع اسرته. طيب هي الأجازة دي القانون لما نصها وسن عليها هذه التقنينات والمواد، انت عندك من تقريبا من المادة 47 لحاجة و50 بتتكلم على الأجازات بس، قال لك اللي فيه أنواع للأجازات. في حاجة اسمها أجازة سنوية، دي بياخدها كل الناس اللي بتشتغل. الأجازة السنوية دي 21 يوم للي قضى سنة، يعني واحد شغال عند واحد بقاله سنة من حقه ياخد 21 يوم. طب واحد شغال مع واحد ولسه ما كملش السنة، لو بقاله 6 شهور من حقه ياخد أجازة سنوية. يبقى لو بقاله 6 شهور نقسم ال 21 يوم على 2. طب بقاله 9 شهور يبقى مثلا ليه، مثلا يعني أنا بدي مثال، يبقى مثلا ليه التلتين لو بقاله 9 شهور، لأنه قرب يكمل السنة، يعني مثلا ليه 14 يوم، وهكذا بنسبة مدة العمل اللي عنده ده لو ما كملش سنة. أما لو كمل سنة بياخد أجازة سنوية 21 يوم. هتيجي تقول له هو ممكن ياخدها ال 21 يوم دول بمزاجه؟ أقول لك لا، بالاتفاق والتنسيق مع الـ HR، مع شؤون العاملين، مع الشؤون الإدارية، بينسق موضوع الأجازات. طب افرض واحد بقاله 10 سنين شغال في شركة أو في عند راجل شغل خاص، مؤسسة فردية أو حاجة، من حقه ياخد 30 يوم مش 21 يوم. يبقى ال 21 يوم دي للي هو لم يكمل 10 سنين شغال، بقاله سنة شغال وما كملش 10 سنين. احنا هنسمع الاتصالات، واستأذنكم اخواننا المشاهدين، انا عارف ان هم بيستنوا البرنامج ده عشان الاسئلة، لكن هناخد الاسئلة عشان ما نقطعش موضوع الحلقة، لان يعني ناس كتير جدا يعني قالت يعني طب احنا في موضوع معين وماشيين ومركزين، يجي اتصال يسأل في موضوع تاني ينقطع الفكر وتنقطع الصلة الروحية باللي انت بتقول. فنسمع الاستاذ احمد. اتفضل يا استاذ احمد، وهنجاوبك في اخر الحلقة. اتفضل يا استاذنا الفاضل، معلش هو تقول بره الحلقة بس. اتفضل يا استاذ احمد، انا بسمع حضرتك وهرد عليك في الاخر، بس قول سؤالك. حضرتك انا بس ليا ثلاث رؤية. رافع دعوة رؤية؟ اه
شويه وتكفيه، هل يجوز لابويا وامي يشوفوهم عشان انا شغال بعيد؟ طيب ده سؤال حلو وجميل. يبقى الاستاذ احمد رفع دعوى رؤيه وبيسال، وبيسال هل والده ووالدته، يعني هو بيسال هل الجد او الجده من حقهم يشوفوا الحفيد او الحفيده؟ حاضر يا استاذ احمد. هنعمل توكيل، هنعمل توكيل لهم ولاخواتي. هقول لك حاضر. والعمه. هقول لك حاضر، هقول لك يا استاذ احمد، اسمعنا لاخر حلقه هرد عليك. شاطر اطفالك يا باشا. اتفضل. المهم احنا قلنا الاجازات 21 يوم للي تم سنه عند صاحب العمل، وممكن الاجازه تبقى 30 يوم كامله للي بقاله 10 سنين او تجاوز ال 50 سنه. يعني واحد شغال بقاله سنتين عند واحد واشتغل وهو عنده 47 سنه او 48 سنه وبلغ ال 50، هو لسه كمل 10 سنين عشان ياخد ال 30 يوم؟ يقول لك لا، لكن القانون قال لك طالما بلغ ال 50 ياخد 30 يوم برضه. حاجه عجيبه. يعني ايه؟ عشان برضه من سنه وجهده وعمله ووقته. فيبقى احنا عندنا 21 يوم للي تم سنه، 30 يوم للي تم 10 سنين شغال عند الراجل صاحب العمل او شغال في الشركه، 30 يوم برضه للي تم ال 50 سنه حتى لو لم يكمل الايه؟ عاوزكم تركزوا، حتى ولو لم يكمل ال 10 سنين. طيب دي الاجازه السنويه. هنبقى نشرح بعد كده لائحة الجزاءات ولائحة النظام الأساسي، لأن لائحة النظام الأساسي فيها نص خاص بتنسيق الأجازات السنوية. ما هو مفيش واحد يجي يقول لك أنا واخد أجازة سنوية ويروح واخد بعضه وماشي من غير موافقات. افرض الشغل محتاجك، افرض في ظروف لا تقتضي إن أنت تاخدها دلوقتي. برضو اللي بياخد أجازة شهر كامل، عشان برضو من أنواع الأجازات أجازة الحج. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام إن شاء الله السنة دي. احنا بنقول السنة دي واحنا متشككين، ربنا قادر إن شاء الله ونؤجر بنيتنا إن لم نذهب إلى الحج. ولكن من حق الإنسان اللي هو ياخد العامل أجازة شهر كامل في حالة إذا كان رايح يحج، وطبعا الإثباتات الجواز السفر والتأشيرة والكلام ده كله بياخد شهر كامل، ولكن أجازة الحج مرة واحدة. أما الأجازة السنوية دي كل سنة، يعني الشهر اللي هياخده الراجل اللي رايح يحج هياخده مرة واحدة فقط في عمره في طول شغله. لكن الأجازات السنوية دي بتبقى كل سنة بياخد 21 يوم أو 30 يوم لو بقاله 10 سنين أو لو تجاوز ال 50 سنة. طب في حاجة اسمها أجازة عارضة، سمعتوا عنها طبعا. واحد يتصل الصبح جات له مصيبه مش عارف مين توفى، راح متصل بالصبح بزمايله في الشغل، يا جماعه خدوا لي اجازه عارضه النهارده. طب الاجازه العارضه دي كام يوم؟ قال لك ما تزيدش عن 6 ايام. يعني انت ليك في السنه يا عامل في شركه خاصه يا موظف في شركه خاصه، انت ليك في السنه ايه؟ ليك في السنه 6 ايام عارضه تاخدهم كده. كل الاجازات اللي انا بحكي عليها دي مدفوعه الاجر، العامل بياخد اجره فيها. طيب انت ليك 6 ايام عارضه وليك اجازه سنويه بتاخدها في حاله لو انت قضيت سنه، وليك اجازه 30 يوم في حاله لو انت قاعد 10 سنين. طبعا القانون نص على اعمال صعبه واعمال خطره بتبقى فيها الاجازه ممكن تبقى 30 يوم برضو فيها. الناس اللي بتشتغل بقى في المحاجر والناس اللي بتشتغل بقى في المصانع بتاعت الاسمنت والاعمال الصعبه والخطره والمضره دي، الاجازه السنويه بتاعتهم ايه يعني بتبقى كبيره شويه وبيريحوهم شويه، لان طبعا هم بيشتغلوا شغل كبير، شغل مش صغير. طيب في برضو النساء من حقها تاخد اجازه وضع. في تطور في القانون في الموضوع ده. كان الاول 45 يوم، وبعد كده صدر قانون رقم 12 سنه 2003، كان سنه 96 القوانين اللي كده. وبعد كده جه قانون رقم 12 سنه 2003 قال لك لا تاخد 3 شهور 90 يوم. وبعد كده جه قانون الطفل اقر الموضوع ده. واخد بالك؟ قانون الطفل اقر الموضوع بتاع ال 90 يوم. ان ست عشان تاخد اجازه وضع. وهنا بقى بتثور اسئله كثيره. طيب القانون بيقول لك اللي اجازة الوضع بتتاخد 3 مرات في العمر. يعني من حقها تاخد
90 يوم في أول ولادة، و90 يوم في تاني ولادة، و90 يوم في تالت ولادة. وبتبدأ الأجازة بتاعت الوضع دي من تاريخ صدور شهادة الميلاد، تاريخ الولادة، وبتثبت بالقيد في مصلحة الأحوال المدنية، وبتجيب شهادة الميلاد. هنا بقى المشاكل والتساؤلات، يعني إيه، إحنا هنعيش شوية مع الناس في مشاكلها. طب واحدة عاوزة تاخد أسبوع قبل الولادة، اعتبريها إن الأجازة السنوية بتاعتك المشكلة. طب واحدة عندها الولادة بتاعتها متعثرة شوية، وبتحتاج اللي هي تنام على ظهرها كتير، وشفنا مشاكل زي كده كتير، وما بتتحركش وعاملة، هنا بقى ممكن تخش فين؟ في الأجازة المرضية اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها، لأن الأجازة المرضية دي ملهاش إيه؟ ملهاش مدة، احنا بنتكلم 7 6 أيام، 21 يوم، 30 يوم، وهكذا. دي أجازات ليها مدة، أما الأجازة المرضية دي ملهاش مدة. ومين اللي بيحددها؟ الهيئة القومية للتأمين الصحي. انت بتروح بتكشف، بيقول لك والله اجازه مرضيه، وهو اللي بيحدد كمان ايه، بيحدد النسبه بتاعت الاجر، ان ممكن انت تاخد 75% من الاجر، ممكن تاخد 25% من الاجر، ممكن تاخد نصف الاجر، وممكن تصرف من التامينات النص التاني. وعلى فكره انا بوعدكم اللي احنا ممكن نتكلم في قانون التامين الاجتماعي، لان في ناس كتير جدا ما تعرفوش، في ناس كتير جدا ما تعرفش معلومات كثيره على اهميه التامين الاجتماعي وقانون التامين الاجتماعي والمعاشات والحاجات دي كلها، والبطاله واجر البطاله، واللي انت ممكن تروح تاخد مرتب لو انت عندك بطاله، يعني حاجات كتير جدا منصوص عليها في القانون، لكن انا بصراحه اشك ان الواقع العملي بيعمل بيها في كثير من الاحوال. لكن برضو تبقى عندكم معلومات، تبقى عارفين برضو حقوقكم ايه وواجباتكم ايه واللي ليكم ايه واللي عليكم ايه. الاجازه السنويه او الاجازه المرضيه بمعنى اصح، اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي في حاله ما إذا كانت الأم أو العاملة اللي هي هتلد عندها آلام، عندها ظروف صحية، فهنا ما نقدرش نقول دي أجازة وضع، لأن أجازة الوضع ما بتجيش قبل الوضع، ما بتجيش قبل الوضع. لكن ممكن هي تاخد الأجازة إذا كان في الحمل ده ترتب عليه أضرار أو ترتب عليه حاجة، تبقى أجازة مرضية، وهي من حقها كده، وهتروح تكشف وتاخد اجازه من الراجل الطبيب اللي بيكشف عليها في المستشفى بتاعت التامين الصحي، لان الاجازات المعتمده لازم تبقى من مستشفيات التامين الصحي اللي خاصه بقانون العمل. واحيانا بيبقى في تجاوز، وبيبقى في نوع من الود والحب بين اداره شؤون العاملين وبين العاملين، فلما بيجيب له شهاده من مستشفى غير التامين الصحي زي مستشفى حكوميه ومختومه، احيانا بيتجاوزوا بياخدوها، لكن هو الاصل انت معاك بطاقه تامين صحي، البطاقه الخضراء اللي انا قلت لكم يا جماعه حاولوا على قد ما تقدروا، كل واحد مشترك في التامين وبيدفع له التامينات من حقه يروح المستشفى بتاعت التامين الصحي وعياده التامين الصحي ويطلع البطاقه الخضراء الكبيره دي اللي هي بيروح يكشف فيها وبياخد فيها الدواء، وممكن يتعالج على نفقه الدوله مجانا لو في سفر خارج مصر. الموضوع ده موضوع مهم، حاولوا تكلموا الناس اللي انتوا شغالين معاها، شؤون العاملين، الاتش ار، العامل او الموظف اللي ما معهوش بطاقه التامين الصحي، انا شايف اللي هو بيخسر، لانه ممكن يتعرض في اي وقت لاي مشكله وتكون محتاجه سفر بره ما يعرفش، لكن لو معاه البطاقه دي هيطلع له قرار والعلاج على نفس وبالخارج. يعني الموضوع موضوع مهم. فالاجازات المرضيه للمشتركين في التامين الصحي بتيجي عن طريق القرار او الروشتة او التوصيه، الا اذا كان في امور مستعصيه بيبقى في لجان. طب نشوف الاتصال ونكمل موضوع اللجان. اهلا وسهلا مع حضرتك. السلام عليكم. اهلا يا فندم. كنت عاوز اسال سؤال. اتفضلي يا فندم. ابني متزوج من واحدة من خارج البلاد، فهي ولدت هناك، فالابن دوت اتكتب هناك في البلاد ديت. بلاد ايه؟ بلاد ما وراء النهر، بلاد ايه حضرتك؟ يعني بلاد من البلاد العربية، يعني زي السعودية مثلا. مثلا؟ بس انت ما قلتيش. فهو دلوقتي هيتكتب، هتتكتب في مصر هنا، هيبقى مصري ولا هيدنيه سعودي
طيب هرد على حضرتك بقى، يعني استنيني في اخر الحلقة. ماشي، جزاك الله خير. يعني ليه حق اللي كتب في مصر هنا ولا ملوش حق؟ ما انا هقول لك بقى بعد الحلقة عشان ما نقطعش الافكار. اتفضلي عشان في ماشي اتصال ده. اتفضل يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا، اتفضل. نخش على الاتصال اللي بعديه. عليكم السلام يا فندم، مع حضرتك. اي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا بسمع حضرتك، اتفضل. الو، انا سامع حضرتك، اتفضل اتكلم. والله انا فت، انا طبعا موظف حكومة، مدرس. تمام، حضرتك مدرس في مدرسة خاصة ولا في مدرسة حكومية؟ انا في مدرسة حكومية. يبقى ما ينطبقش عليك قانون المدارس الخاصة اللي هو القانون العمل الفردي، بينطبق عليك قانون العاملين بالدولة، قانون التعليم. اتفضل، تحت امرك. وانا كنت، انا كان حصل لي مشكله كده في العمود الفقري، وكنت عملت عمليه على حسابي. كمل حضرتك، انا سامعك. وانا صرفت طبعا القطع والشرايح والمسامير والفقرات كل حاجه يعني جبتها على حسابي، وجبت ما يثبت ذلك. وجبت ما يثبت على اساس ان انا اصرف حاجه من التامين، من السهم اللي انا صرفته. تمام. فادوني، ادوني جواب اروح بيه المستشفى اللي انا كنت فيها تاني، هي مستشفى جامعه يعني. تمام. عشان اختمه من هناك وبتاع. المستشفى الجامعه ما رضتش، قالت انا ما عنديش تعليمات ان انا اديتها زي ده. تمام. ومعايا تقرير من المستشفى بان انا عملت كذا وكذا 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 وانا طالع يعني. تمام. وسكت على كده انا، ان طبعا هم كده يعني ده بيبصين لده وده بيبصين لده وخلاص، وانا مش قادر اصلا اروح ولا نيجي يعني. الله يعينك ويشفيك ويعافيك. الله يخليك يا باشا. اشكرك. اقول لحضرتك هتعمل ايه؟ فاحنا حضرتك طيب يا باشا. اتفضل يا فندم. احنا طبعا بنتكلم على الاجازه بتاعت الوضع، فكل واحده ربنا يكرمها يا رب وتقوم بالسلامة إن شاء الله، اللي من حقها تاخد 3 شهور من تاريخ شهادة الميلاد. قبل كده لو عاوزة تاخد أجازة ممكن تبقى أجازة مرضية أو تاخدها من رصيد أجازاتها السنوية، عشان بس نحسب المسألة دي. طيب إحنا هنا بتثور مشكلة في الواقع العمل، ودي بنشوفها. أوفيس بوي عامل بوفيه، صاحب العمل يقول له ما تسيبنيش، هيقول له طب انا عاوز اخد اجازه سنويه، عاوز اخد اجازاتي. عشان تعرف القانون بينص على عدم جواز التنازل عن الاجازه السنويه. ما ينفعش واحد يجي يروح كاتب لك اقرار، اقر انا فلان اني متنازل، لا ممنوع. ولو حتى باجر، دي مشكله من المشاكل اللي بتحصل. لكن اذا راى رب العمل او صاحب العمل اللي فيه مثلا موظف معين محتاجه دايما جنبه ومش هيديله الاجازه السنويه بتاعته، بيعوضه عنها تعويض مناسب. يعني ايه بيعوضه عنها تعويض مناسب؟ يعني بيديله الفلوس بتاعته وبيزوده شويه، لكن هو ما ينفعش يتنازل عنها. لكن خد بالك، في ناس بقى صاحب العمل مش محتاجهم ولا حاجه، ولا هم وهم شغالين كويس وكل حاجه، بس مش في دماغه موضوع الاجازات، ما بيحبش يقعد. يعني زي في اليابان كده لما انتاج السيارات زاد في احد المصانع او في احدى المصانع او في احد المصانع، وحصل ايه بقى؟ اللي عاوزين يدوهم يوم اجازه تاني، فالناس طلعوا بقى عملوا مشكله وعملوا مظاهره، قال لك لا احنا مش عاوزين ناخد اجازات، احنا كفايه علينا يوم. ناس بقى عمليه 6 الصبح تقف على المكنه وشغال، مش جاي بقى وهو بيدعك في عينيه الساعه 9 ونص وتوص يوم نص ساعة تأخير، واللي جالك الساعة 10 واللي راحت عليه نومة وعاوزين نتقدم. لكن دول 6 الصبح تلاقيه على المكنة مش لسه جاي ولا على الباب ولا مش عارف ايه. حتى انا احد اصدقائي يقول لك الواحد
بيكلم المدير بتاعه في احدى المصانع الامريكيه، بيكلم المدير بتاعه ورجله بره المصنع وجوه المصنع، اتبعت على طول اللي هو ايه في غياب. غياب ايه؟ ده انا واقف بكلم الناس على بق يعني بمد رجلي. هناك مفيش شغل شرط، شغل جد، ناس تقدس العمل. اجازات عندهم دي حاجه يعني، بياخد الاجازه بتاعته ياخدها يستمتع بيها بالكامل، وفي الشغل مفيش فيها هزار. ففي ناس عمليه بتنسى تاخد الاجازه بتاعتها، او مش مركزه، او مش محتاج ياخد الاجازه بتاعته. ده بيبقى ليه اسمه رصيد اجازات. شوف بقى ركز، بيبقى ليه حاجه اسمها رصيد اجازات. رصيد الاجازات ده بياخدوا فلوس وبياخدوا اجر، وحتى في قانون العاملين المدنيين بالدوله في ناس بترفع قضايا برصيد الاجازات وبتاخد الافات. بقى له 20 سنه شغال ما خدش اجازات، مثلا يطلع له 600 يوم اجازه، يطلع له 1000 يوم اجازه، واحد بيطلع له 2000 يوم اجازه، احسبهم بقى على الشهر شوف مرتبه كام بقى بياخده. لكن في القانون العمل الخاص، القانون بيقول لك تسوى الاجازات السنويه كل 3 سنين. يعني كل 3 سنين بنقف نعمل ستوب، نشوف انت خدت اجازه سنويه السنه ال3 سنين اللي فاتت دول قد ايه، ونقعد نحسب مع بعض ونسوي الموضوع ده. وفي اصحاب اعمال اذكياء هقول لكم بيعملوا ايه، بس بعد ما نشوف الاتصال ده. اتفضل يا فندم. انا بسمع حضرتك. الو. ايوه يا فندم بسمع حضرتك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك استفسار. اتفضل. هو الموظف يا فندم ليه الحق ان هو يتقاضى معاش بعد كام سنه تامين؟ سن الستين حضرتك، سن الستين ده الاصل العام. الستين سنه هو الاصل العام يا فندم. مفيش اقل من كده يا فندم؟ مثلا 20 سنه 15 سنه والحاجات دي؟ لا، لما يبلغ 60 سنه بياخد اجازه، بياخد يطلع المعاش بعد 60 سنه. سن الاجازات الاحاله الى التقاعد عندما يبلغ العامل او الموظف 60 سنه، تمام كده؟ وصل 60 سنه بيطلع المعاش. ايوه. في ناس بقى بيعملوا معاش مبكر. ايوه. في حالات معينه ممكن واحد يكون بقى مصاب اصابه تعوقه عن العمل، ده خلاص بيعمل زي معاش مبكر وبياخد المكافاه بتاعته وبياخد ايه المعاش اللي بياخده. لكن هو السن القانوني للتقاعد في قانون العمل 60 سنه. اما قانون العاملين بالدوله برضه 60 سنه. في ناس بقى ليها شرايح معينة ممكن توصل 70 سنة، مش أي حد دول بقى، ممكن يوصل 70 سنة. وفي ناس بتشتغل بعد الستين بس بقى شغل بمكافأة يعني مش إيه. طب نشوف لو في مكالمة تانية. طيب يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الحيل بقى اللي ممكن تحصل في الموضوع بتاع الأجازات السنوية. مثلا عندك العيد كان يوم السبت، سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس الدنيا واقفة، يجي صاحب العمل يقول لك ايه ادوهم اسبوع اجازة. شفت بقى الكلام؟ هيحسب لك التلات ايام اللي القانون نص عليها، لان طبعا طبعا يعني منطقي ان لا يدخل في حساب هذه الاجازات العطلات والاعياد الرسمية. يعني طبعا ده حاجه يعني بالعقل كده، يعني واحد يعني ايه دي ما بتخشش في الاجازات معروفه. فهو بقى الاجازه بتاعت عيد الفطر مثلا سبت وحد واثنين، يروح هو مدي المصنع او يدي الشركه اسبوع اجازه، هيحسب لهم الثلاث ايام دول ايه؟ هيحسب الثلاث ايام دي الاجازه الرسميه بتاعتهم، والثلاث ايام الثانيه من رصيد الاجازات. واحد يجي يقول لك انا مش عاوز اخد اجازه، اقول لا خلاص الشركه قافله، مصنع قافل، هتيجي لوحدك تعمل ايه؟ واتحسبت غصب عنه من رصيد الاجازات. فبتبقى في بعض الحيل وهكذا. مثلا عندك يوم مش عارف تحرير سينا يوم 24 ولا يوم 25، ده يوم 3 ويوم 4 مش عارف ايه، يروح مديك ايه خد معاه الخميس كمان، ويقعد بيجمع بقى اخر السنه عشان ايه يستنفذ رصيد الاجازات. نشوف الاتصال ده ونكمل. اتفضل يا فندم. راح الاتصال، لما يجي الاتصال نبقى نشوفه. يبقى احنا عندنا الاجازات دي مشكله، مشكله وفيها شغل. تسوى الاجازات كل 3 سنين. اللي مش عاوز يسوي اجازاته مش عاوز ياخد اجازاته، لو في اتفاق وتنسيق مع صاحب العمل بياخد اجرها فلوس. طيب نشوف الاتصال ده اللي راح رجع.
اهلا وسهلا، اتفضلوا. اتفضلي يا حاجة. يا حاجة اتفضلي يا حاجة، وسيبك من الواد اللي جنبك اللي بيعيط الله يكرمك. الو. ايوه اتفضل يا حاج. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اتفضل انا بسمع حضرتك، قول سؤالك. حضرتك انا عندي المعاش المبكر على كام سنة بعد حضرتك؟ ممكن 45 وممكن 50. طب نشوف الاتصال، اتفضل. نعم اتفضل يا حاج انا بسمع حضرتك. ايوه انا بسال، بس انا عندي بنت مدرسه وحامل جديد، الدكتور قايل لها تنام على ظهرها، ما فيش حركه نهائي، فانا مش عارفه بقى يعني هل ده ينطبق عليها مثلا. والله يا حاجه انت سؤالك محترم وفي موضوع الحلقه، وهرد عليك دلوقتي مش هحيلك لاخر الحلقه لانه في سياق ربنا الموضوع. ربنا يخلي حضرتك، هو في سياق الموضوع. طب هسالك سؤال، هي بنت أيوة حضرتك صح. مدرسه في مدرسه خاصه؟ لا يا فندم، مدرسه حكوميه. في مدرسه حكوميه. ايوه. طيب هقول لحضرتك حاجه، هتروح التامين الصحي بنت حضرتك، هتروح راح التامين الصحي. ايوه، يعني الدكتور المعالج مثلا، الطبيب المعالج ناخد منه تقرير وبالتالي نحولها للتامين الصحي. الله يفتح عليك. هم بقى هيدوها اجازه مرضيه طالما المفروض تنام على ايه؟ على ظهرها. ايوه يا فندم. هيدوها بقى هي اجازه، تبقى اجازه مرضيه ملهاش علاقه بالايه؟ ايوه صحيح، ملهاش علاقه باجازه الوضع. اجازه أيوة. الوضع هتبدا أيوة. بعد شهاده الميلاد، ربنا يا رب يقوها بالسلامه، ربنا يخلي حضرتك ويرزقها الذريه الصالحه ان شاء الله. يا رب امين يا ان رب. شاء الله ربنا يبارك لك فيها، ربنا يخلي حضرتك. شكرا. خلاص يا حاجه، هتروح التامين الصحي تاخد اجازه، هتتحسب لها اجازه مرضيه ان شاء الله. الف شكر يا فندم. السلام عليكم. شكرا لله يا فندم، شكرا لله. هذه حاله هي من الحالات. طب نشوف الاتصال ده، اتفضل يا فندم. أنا سامع الاتصال. اتفضل أنا مع حضرتك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوه أستاذ. اتفضل. إيه؟ معايا أنت، معايا حضرتك؟ أنا بسمعك، أه بس وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. والله وطيته. طب كويس، شاطر. اتفضل. بص أنا عندي ستي متجوزة ثلاثة. ستك؟ أه كانت متجوزة ثلاثة. ماشي. تمام. كانوا قاعدين معاها، المهم يعني خلفت من الاولاني ولد والواد ومات. خلفت من الاولاني ولد ومات؟ مين اللي مات؟ الواد ولا جوز ستك؟ لا هي خلفت من الاولاني ولد، وجي يتجوز الولد دي خلف منه. يا عم واحدة واحدة بس. طبي واحدة واحدة. واحدة واحدة ما تتوهنيش. ستك اللي هي جدتك يعني. ايوه كانت متجوزه ثلاث رجاله. ايوه الاولاني خلفت منه ولد. ايوه الثاني خلفت منه اثنين ولدين ولا واد وبنت؟ ولدين. تمام. الثالث خلفت منه ثلاث اولاد ولا بنات وبنين؟ ثلاث صبيان وبنت. ثلاث اولاد وبنت. تمام. ربنا يدي لستك الصحة إن شاء الله. دلوقتي كانت في قطعة أرض مكتوبة باسمه. باسم ستة. باسم ستة. التلاتة بقى واحدة واحدة بس. هي ستك عايشة ولا ماتت؟ هي الرجالة اللي متجوزاهم التلاتة توفوا قبل مني. قبل منها، اللهم صل على رسول الله. يعني التلاتة يعني ماتوا إلى رحمة الله وهي موجودة لسه، ربنا يديها الصحة. هي موجودة ومكتوبة باسمها الأرض. حلو أوي. إيه سؤالك بقى؟ سؤالي بقى ان هم دلوقتي رافضين يدوا الاثنين اللي هم الاولانيين. طيب هرد عليك اخر الحلقه. تمام؟ طيب. خليك معانا وتابع. وقولوا لي اللي مات قبل منه مالوش يورث. يا عم انا هريحك. ماشي. هرد عليك اخر الحلقه. هو مش القطعه دي الارض اللي باسم جدتك؟ ايوه مش هي. طيب. خلاص ماشي يا استاذ. ربنا يوفقك يا رب. طب نشوف يا جماعة كده مش هنتكلم، طب نشوف الاتصال العاشر، اتفضل. احنا عاوزين بقى نص يعني قبل الحلقة ما تخلص بربع ساعة قول لي عشان نرد على الأسئلة.
اتفضل يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيادتك دلوقتي انا اعمال حرة. اعمال حرة اتفضل. ايوه يا فندم. صاحب عمل عندي محل يعني. تمام. اعمال حرة. تمام. مشترك في التأمينات. تمام. التأمين المعاش بتاعي بقى على السن كام؟ المعاش بتاع حضرتك على أيوة سن 60 سنة. 60 سنة. وبعد كده انت صاحب يعني عمل. واحدة بس. انت صاحب عمل هو انت تطلع المعاش. انت صاحب عمل فاتح محل. ايوه فندم. طول ما انت عايز وبتدفع التأمينات بتاعتك زي الفل. عاوز تسوي معاشك. على الستين سوي. يعني لو انا عايز اسوي معاش على الستين اسوي. بس خد بالك انت في نقطة مش واخد بالك منها. صاحب العمل تملي فيه تأمين على المنشأة نفسها. ايوه فندم. فلو ابن حضرتك بعد يا ربنا يديك الصحه يا رب وطولة العمر كمل الرقم التأمين أيوة. بتاع المنشاه زي ما هو هيدفع له اشتراكات. ابني يكمل معادي مني؟ لا مش هكمل معاشك انت يعني صاحب العمل ده لما بيأمن على نفسه صاحب عمل مش أيوة. هيأمن على نفسه صاحب عمل غير لما يكون في رقم تأميني للمحل نفسه للمنشاه نفسها. ايوه فندم. فرقم التأميني او المحل ده ما بيطلعش معاش. انت عمرك سمعت ان المحل طلع معاش؟ لا انا المحل أنا موجود أنا. سواء انت أنا. موجود او ابنك لكن حضرتك أنا على سن 60 انا فندم مشترك في التأمينات. انا فاهم على سن 60 أيوة. على سن 60 انت تسوي معاشك وتاخد معاش. انا اسوي معاش والمحل مؤمن عليه شغال ممكن ابنك يأمن اللي شغالين معاك زي ما هم شغالين لكن انت على سن 60. انا على سن 60. ربنا يديك الصحه ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. طيب احنا دلوقتي يكاد يكون ايه خلصنا الاجازات. انا مش شايف في حاجه تانية في الاجازات. قلنا الاجازات السنويه اجازه الوضع. والسؤال اللي جبته على السيده المحترمه ربنا يبارك لها ببنتها والقمصيون ونروح ناخد الاجازه دي ناخدها رسمي من التامين الصحي مختومه ومن شهاده حكوميه. فاحنا الوقت الحلقه بدا يجري. تعال رد بقى على الاسئله ونشوف الناس بقى اللي هتستفيد. خد بالك مش شرط اللي سال السؤال هو لوحده اللي هيستفيد. كل اللي قاعدين هيستفيدوا. واحد رفع دعوى رؤية وهو شغال في بلد أخرى وبيقول لك طب هل ينفع والدي ووالدتي يروحوا يشوفوا حفيدتهم أو حفيدهم؟ هقول لك أنا هريحك هديك هدية جميلة قوي. المحكمة الدستورية السنة اللي فاتت تقريبا أو اللي قبل اللي فاتت أجازت وأباحت إن من حق الجد والجدة اللي يرفع دعوى رؤية. وكان في احدى المتصلات هنا من سنه تقريبا قالت لي الكلام ده معقول؟ قلت لها معقول. وخدت التليفون الشخصي وراحت ترفع قضيه. رئيس الالم الشرعي في المحكمه قال لها لا ما ينفعش الجد والجده يرفعه. فقلت لها طب اديهوني في التليفون. قلت له حضرتك يا استاذ اللي ينفع اللي يقول ينفع او ما ينفعش المحكمه فقط مش حضرتك. هي هترفع القضيه والمحكمه وشانها في هذا الامر. وفعلا رفعت القضية وربنا أكرمها وخدت حكم بالرؤية. فأنت عشان تريح دماغك لأن أنت خد بالك الرؤية دي اللي في المكان اللي هي فيه في حديقة الأزهر مثلا أنت بتروح بتثبت اللي أنت جيت وهي بتروح تثبت اللي هي جات. لو هي ما جاتش 3-4 مرات ممكن تعمل دعوة ضم مؤقت فهي لازم هتيجي. فأنت مش هتروح والدك ووالدتك اللي هيروح أخواتك اللي هيروح. فإحنا بنقول لك يا عم ريح دماغك يا أستاذ ريح دماغك روح مكتب التسوية جدتك والدتك هتعمل طلب تسوية وتروح رفع دعوة رؤية ويطلع حكم من القاضي لوالدتك ووالدك يشوفوا حفيدك وحفيدتك. وبعد كده بقى الحكم باسمهم. بقى انت معاك حكمين رؤية. حكم باسم حضرتك وحكم باسم مين؟ باسم والدتك. ايه رأيك؟ حل جميل وسهل ومش هياخد منك شهرين في المحكمة. الاستاذ اللي سأل او الحاجة اللي سألت اللي بنتها ولدت في السعودية. السعودية مش اليونايتد ستيت اوف امريكا اللي يتولد على اراضيها ياخد الجنسية. لا ليست من البلاد. القانون السعودي لا ينص على ان لو واحد مصري متجوز واحدة مصرية وخلفه ولد في السعودية يتكتب سعودي. لا ده قانون الجنسية السعودي فيه نقاط وفيه موضوع كبير قوي قوي. ده انت لازم يكون المصري ده متجوز سعودية وعد على الجواز 5 سنين وبعد كده يكون خلفه يعني موضوع كبير. لكن مصري ومصرية مصري ومصرية خلفوا في السعودية بيروحوا في القنصلية وياخدوا ما يفيد إثبات الميلاد ويروح هنا يطلع شهادة ميلاد هنا من مصر ويعمل جواز سفر
للمولود ولو عنده يوم يدفع 150 جنيه وطلع جواز سفر. تمام كده؟ تمام. يبقى اللي اتولد في السعوديه من اب سعودي، ده سعودي، اب سعودي متجوز واحده مصريه، خلف ولد في السعوديه، خلفه في امريكا، خلفه في بلجيكا، اب سعودي خلف ولد هيسميه باسمه بالاسم اللي هو عاوزه، هيطلعوا شهاده ميلاد سعوديه وخلاص ده سعودي. لكن واحد مصري بيتجوز واحده مصريه وخلف منها، ده موضوع تاني. دي حاجه عندنا في القانون اسمه انترناشونال برايفت لو، قانون الدولي الخاص، وده موضوع كبير قوي. نشوف موضوع الراجل المحترم ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويأجره على كل جنيه صرفه، المدرس اللي في مدرسه حكوميه وراح عمل العمليه على حسابه واشترى الشرائع على حسابه وعمل وعمل وسوى، وبعد كده عاوز يسرب بقى الفلوس دي. انا مش عاوز اقول لك عوضك على الله، بس انا هقول لك انت غلطت من الاول. انت من الاول لو انت ذكي، قدر الله مش هفعل، بس انا بقول كده عشان اخواننا يتعلموا، حصل لك مشكله بتروح تامين الصحه على طول فورا، هو اما يعملها لك لاما هيحيلك الى مستشفى تعملها لك، ولو هو ما عملكش ولا احالك وحالتك خطيره تروح تعمل محضر اثبات حاله في اسم الشرطه وتقول يا جماعه انا كذا وكذا وكذا وتحكي القصه، بحيث بعد كده لو عملتها على حسابك ما تقعدش تلف وتدوخ. ولكن انا يعني بقول لك روح جهز ورقك كله وروح على المستشفى بتاعت الجامع اللي قال لك عليها، رفضوا تروح تعمل بلاغ في النيابه الاداريه في الخاصه بالصحه، يعني تروح نيابه الصحه اسمها النيابه الاداريه الخاصه بالصحه، تروح تعمل شكوى في كل اللي وقف لك الدنيا دي كلها وتحكي لهم القصه دي كلها، وهتحصل تحقيقات، واللي هيمنعك او اللي هيقف ضدك ممكن يحصل له مشكله. نشوف بقى الحج بقى اللي جدته ربنا اكرمها ونسال الله ان يمد في عمرها، اتجوزت ثلاثه وخلفت من الاولاني ولد ومن الثاني ولدين ومن الثالث ثلاث ولاد وبنت، وعندها ارض باسمها. شوف بقى يا سيدي، اولا الولاد دي كلها هيورثوا فيها بعد وفاتها للذكر مثل حظ الانثيين، بنين وبنات، خلاص كده، ده القانون بيقول كده والشرع بيقول كده. لكن انت عندك هنا شبهه، ايه هي الشبهه؟ اللي الولد اللي الراجل الاولاني اللي اتجوزته لما خلفت منه الولد، الولد هيورث في ابوه لو مات، لو عنده ميراث. فعشان كده انا سالته جدتك عندها الارض دي باسمها؟ قال لها باسمها، مالهاش علاقه ان شاء الله تكون بقى مخلفه 20 عيل من يعني من كذا واحد. لما توفيت عندها اولاد، الاولاد هيورثوها، لا علاقه للاباء في الموضوع، لا علاقه للاباء، دي ماتت، بل بالعكس ده هي هتورث من كل واحد. يعني هي الراجل الاولاني كانت متجوزاها هتورث فيه التمن لو كان عنده ارض، الراجل الثاني هتورث فيه التمن، الراجل الثالث هتورث فيه التمن. لكن هي الموضوع ده مش محل خلاف، محل خلاف في قطعه الارض اللي باسمها، قطعه الارض اللي باسمها ملهاش علاقه بقى هي ورثت من مين، قطعه الارض اللي باسمها الجميع ذكور وإناث يمتلكون حاليا بعد وفاتها قطعة الأرض للذكر مثل حظ الأنثيين. وإحنا بنشدد في أحكام الميراث بالذات، الراجل يقول لك ما فيش راجل غريب يخش على مش عارف إيه، هد لأختي فلوس عشان مش عارف ما فيش مش عارف إيه، إياك المواريث، إياك. ربنا توعد بعد آيات المواريث وقال تلك حدود الله، وتوعد بالعذاب الشديد للي ما يديش للبنت حقها في الميراث، توعد بالعذاب الشديد، بنحذر وبننبه. ودلوقتي مجلس الوزراء بيناقش قانون جنائي، شوف بقى تسمع كلمة جنائي دي الناس ركبها تسيب، ما انت عشان ترفع دعوة فرز وتجنيب، واحدة من دول عشان ترفع دعوة فرز وتجنيب هتقعد لها في 10 سنين في المحاكم. الأستاذة هدى شعبان رفع دعوة فرز وتجنيب، لسه راح عند الخبير وراجع، والخبير لسه طالب اوراق تانية، هتقعد لها 10 سنين غير العشر سنين اللي هي قاعداهم. لكن لما يطلع بقى قانون بيجرم اللي بيستولى على اموال الورثه ويتحكم عليه بالحبس، ان الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. الناس تيجي تقول لهم قال الله وقال رسول الله، وقت الله يعين الله، تيجي تقول لهم حبس جنحه، تلاقي كله ايه؟ ربنا يتولانا.
تقريبا احنا كده ردينا على كل الاسئله، وطبعا ده نظام حلو قوي اللي احنا نرد على الاسئله في الاخر عشان ما نقطعش حبل الافكار الا اذا كان السؤال في موضوع الحلقه. الحلقه الجايه بقى هنتكلم على حاجه حلوه قوي، حاجه هي محل المشاكل. ما هي كل حاجات محل المشاكل، لكن تعالى نشوف بقى الاجور والمرتبات واللي مرتبه في التامينات مش عارف ايه، وفي واللي ما معهوش عقد ما يعرفش مرتبه كام وبالعموله كام، والعموله والبدوات والعلاوات ومش عارف ايه دي داخله في المرتب الاساسي، ويعني ايه مرتب اساسي، ويعني ايه اجر متغير موال، ويعني ايه عمولات، وتتحسب ازاي، والعاملين في شركات المساهمه اللي بياخدوا المفروض 10% من الارباح تتوزع ازاي، ونطلع الارباح ازاي، والميزانيات الحقيقيه والميزانيات المضروبه. هحسب 10% بتاعت الارباح بتاعت الناس الغلابه اللي شغاله ازاي. تابعونا بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله. دمتم على خير وفي رعايه وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.